دكاترة يعني، هل الوقت ده بالذات ده وقت حساسية الصدر والجيوب الأنفية وكده يا دكتور؟ هو الوقت ده زي ما حضرتك ذكرتي حساسية الأنف وحساسية الصدر، اللي يمكن دايما احنا بنقول حساسية صدر، حساسية شعب الهوائية، لكن احنا بنحب نديها الاسم الصح بتاعها، بيزعج الناس الربو الشعبي. ربو الشعبي والناس ساعات اما بنقول كده بيفتكروا ان كلمة حساسية دي الدرجة البسيطة من المرض، يا خبر يا دكتور وهو تحول الى ربو. لا، هو من الاول اسمه كده يعني، الاسم التاني ده بس للتخفيف. زي ما حضرتك ذكرتي الوقت ده اللي هو في تغيير في درجات الحرارة، الصبح او الظهر الدنيا حر، ممكن بنستعمل التكييف، بالليل بيبقى برد شوية، في تراب 50، وبعدين في حبوب اللقاح بتاعت الازهار كل الحاجات اللي هي بالظبط. فكل العوامل دي بتخلي الناس اللي هم عندهم استعداد يبان ويبقى الشكوى اكتر في الوقت ده.